وعليكم التواصل مع الجالية من خلال وضع أرقام هاتفية مجانية وفتح قنوات اتصال مستمرة مباشرة أو إلكترونية مع الجالية تاعنا. احنا كنا التزمنا، أنا شخصيا التزمت أني أدافع على كل جزائري أينما كان، ولو في أبعد بلاد فهو تحت حماية دولته. ولذا أرجو منكم أن تخصصوا لهذه العملية مجهودات، يعني مجهودات ربما اللي ما بدناهاش لحد الآن. أنا ما الجالية الجزائرية البعض منهم ترعرعوا في مناخ غير مناخ داخلي تاع الجزائر، معليش راهم يبقوا جزائريين بجنسيتهم الجزائرية ويعتزوا بجنسيتهم الجزائرية، ونتصدى لكل من يريد يعني أن يحتقرهم أو يظلمهم في أي بلد كان. نعطوهم دي نيميرو فير، وين ما كان المواطن عنده مشكل مع رجال القانون المحليين الشرطة ولا كذا، يتصل بالسفارة تاعو، والسفارة إلا اختلطت الظروف أنا ما نشوف حتى مانع باش في الميزانية يكون عندكم بند ليسمح لكم باش تخلقوا مجموعة تاع محامين أساسهم الدفاع الجزائريين أينما كان، ربما عندهم شو سائل. كذلك بالنسبة للجزائريين اللي أصابتهم مصيبة في الخارج، توفى ولا يعني هذه ما بدون نقاش. المهم أن الجثمان يصل إلى الأهل هنا ويقوموا بالجانب تاعهم الواجب تاعهم. الوثائق نصلحها بعد مع السفارة ومع القنصلية ومع ما هوش هذا اللي غادي يعني يتسبب في 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 مصاريف مالية كبيرة ولا. مهم أننا نعرف أن الإنسان بصفة عامة وبالأخص اللي عايش في الغربة لما يفقد عضو من العائلة نتاعو ويبقى يعني وحده، لما توجد توقف مع السفارة يفو بالنسبة للأمباسات تاعنا دي كونسولا بالأخص وين متواجدة جالية قوية تكون عندكم دي زاكومبانياتور بالنسبة للجزائريين اللي يعني راهم مصابين مثلهم مثل غير. وهذه أوصيكم بها، ماذا بيا ما تخلوش عليها.